القصور الرئاسية طبعا بعد نعم. تحريرها مباشرة من قبل أبطال الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى، بعد دخول الجيش إلى باشرت كوادر مؤسسة الشهداء مع بقية الكوادر الأخرى في وزارة الصحة، دائرة الطب العدلي، وكان أيضا حضور الفريق الأممي برئاسة الأخ فواز عبد عباس لآي سي أم بي، باشروا في موضوعة القبور اللي هي بالقصور الرئاسية. 17 قبر تم فتح هذه القبور، نعم، وعثر على 1238 جثمان من منتسبي وزارة الدفاع، وتم التعرف على 1130 منهم، وتم تسليمهم إلى ذويهم بعد فحص الحامض النووي دي ان اي. وأيضا فيما يخص البقية من الشهداء طبعا لا زال يعني المفقودين هم